بارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هما كباش العيد بينونا بين حي بوجير عند الاخوان قزارة الجيران عند مزارة انقاد. كاين اكباش رائعة جدا ما شاء الله. غادي نشوفوا مع السي حسن يقول لنا شويه الاثمنه، نشوفوا الاثمنه شحال. المهم مزارة انقاد راه معروفة في حي بوجير، وتقريبا الاكباش راهم حدا المنزل ديالنا. المهم غادي نخليكم في هذا الفيديو باش غادي تشوفوا الاثمنه، و قال لك راه حاجه زوينه تاع برقن تبارك الله. المهم نشوفوا هذا الفيديو، خليكم باش تكتشفوا اكثر الاثمنه من مدينه برقن. حولي ديال 320 340 350 هاي يا ولدي. لا هذا ديال 290 410 كاين 400000 450 280 360 380. مهم طالع شوية الثمن، هذا 210 ولي مر شباك نبيع. هذا هذا هو الناس بلاه ويعرف، ولا يدري واش يقول لك. هذا اللي منا كم يبيعين عنزي، هذا راه مبيوعين. هذوك اللي عند الحيط قال لك واصلين 400 280 380 390 400 الله يبارك. نعم مرحبا بك يا شيخ. يعني هو ما بقاش يقدر يخرج. مرحبا بك. الناس بزاف اللي راه كتجي كتشري وكت ما عرفتش شحال الثمن. وانت اللي كتبيع معاهم هنايا مالي هنايا؟ هذا 450 خليه ناس. هذا الله يبارك، هادو مبيوعين. هاد الكبير كاع حنا شحال دار الثمن. هادوك اللي عند الحيط زينين. هاد ريال الفرع شحال دار هذاك اللي عند الحيط ضرب؟ هذا اللي عنده الوجه تبارك. شحال هذا؟ 390. هاو هاو واه هذاك اللي نشوف هذاك اللي عنده الوجه احمر ذاك المع. هو ماشي هذاك 390. هذاك اللي عنده الوجه احمر حتى هو مليح. شفتو ذاك المعز
صح هذا ب 410 410 وقص فيسبوك بلا تيجيم وكم وتابونا ضرار احمد ضرار عندك الكابوني ولا يا صبي واش ادخل دروك بعد ادخل سادك ديال بنو لا لا ما عنديش ياك ما عنديش الكوتا الويفي من راه حتى شاب اللي طال هنا كل غادي نشوف بعيني ونقول لك روح لهنا غير واه بلا حسيت ودي فاق واش غادي نهزنا غير واه حولي انا راه ما فيهاش حتى 5 كيلو روح الموتى انا راه الضر يختمني ايوا على حسيت ودي فاق شحال وصل هذا الثمن ديال 92 الله يبارك دوك الحمر هذوك شحال قال حتى 340 120 ما شاء الله الحولي الكبير هنا شحال باش تتباع 400 اكلي راسك هذا حسن شحال باش تتباع هذا 170 هذه غير درك شحال واصل هذا الثمن شحال واصل وقف باش يا عاد اخويا ودي ميركات شحال راه عيار هذاك شحال واصل هذا خويا غادي يعطيهم 380 هذا 380 تبارك الله زعما كنقول لك غير شحال غير الحليب غير سنان الحليب واه سنان الحليب مازال ما هذا راه غير سنان الحليب هذا مين انقاد لا برقم برقم تبارك الله واه الظهرة جاوب الظهرة بصح حاجة لا كاريتي حاجة زينة الهودكا الهودكا تعرف الهودكا ما خويا لا خويا حسن قلنا شي هي الهودكا شي هي الهودكا الهودكا هي شي حاجة المهم الله يبارك شوف هذا كان عطوني البارح في اليوم برطاس هذا كان عطوني اليوم هذا خويا هذا يوسف هذا كاين هذا على حساب شي بغا هو 200 لتحت 200 الحواله ديال الدراري ديال مزارة انقاد في شارع محمد الخامس